نبدأ كابتن طارق بلقاء الزمالك وطلائع الجيش. بداية رأيك في أداء الزمالك بشكل عام في هذه المباراة؟ يعني هي المباراة كان فيها تباين كبير جدا في مستوى بنادي الزمالك. كان في فترات كان الزمالك فيها كويس جدا، شأنه شأن مباراة إنبي. في فترات قل فيها الأداء شوية، خاصة في أول ربع ساعة من الشوط الأول وبعض الفترات من الشوط الثاني الزمالك. ولكن يحسب للفريق يا كابتن مدحت انه بيكسب وهو مش في حالته. أيوة. يعني ده سمات الفريق البطل، وده اللي احنا قلنا نادي الزمالك يستطيع الان ان هو يلعب كويس ويكسب، ويلعب الى حد ما مش كويس ويكسب برضه. ليه؟ السكواد اللي موجود والاوراق اللي موجوده كان تؤهل لهذا الكلام. لا، في فترات يا كابتن مدحت لما بنبقى وحشين بنخسر فترات سابقه، لان ما كانش عندك السكواد اللي موجود دلوقتي. لكن دلوقتي انت السكواد اللي موجود يديك الفرصه دي ويديك الميزه دي، انك انت حتى وانت مش فايق لكن بتكسب. وبالتالي يمكن برضو من ضمن الاسباب، واحنا لعيب الكوره اما يبقى عندي ماتش مع الاهلي بعد 4-5 ايام، لو انا بلعب ماتش قبليه اكيد ده بياخد من تركيزي. مليون في المية غصب عني يا كابتن. خلي بالك الموضوع ده يمكن احنا عشناه واحنا لعيب الكوره. بيبقى عندك مثلا الاتحاد السكندري وبعديه باربع ايام مثلا الاهلي او خمس ايام الاهلي، بيبقى برضه بتلعب الاتحاد وعايز تكسب ومركز، لكن واخد من جزء من تفكيرك وخايف على نفسك من الاصابه. فده يمكن ده سبب ادى الى انه ياخد من تركيز اللعيبه وياخد من مجهودهم كمان. ويمكن ده السبب الرئيسي في ان طلائع الجيش في بعض الفترات كان هو الانشط وهو الاخطر، لكن يبقى الزمالك عنده دكة بدلاء ساعدته إلى حد كبير إنه يرجع للمباراة. طيب من وجهة نظرك، يعني سبب الدفع بعمر السعيد على حساب سيف الدين الجزيري؟ هي طبعا كانت مش مفاجأة، كانت يعني حاجة غير متوقعة. لأن عمر السعيد كان بديل الماتش اللي قبليه ونزل جاب جول، والجزيري بدأ الماتش المرة دي هو إدى لعمر السعيد. صح. ده يميز نادي الزمالك، لان عندك عمر زي الجزيري مفيش فرق، ما بيحصلش دروب في الاداء. لما بيقعد مثلا سي اوباما ويخش مصطفى فتحي الاداء بيفضل زي ما هو الى حد ما، الى حد كبير جدا، ما بيهتزش قوي. نفس الكلام بالنسبه لعمر السعيد، هو في المكان ده كابتن في الماتش ده بالذات كابتن مدحت كان عايز راس حربه محطه. هو كان دارس فريق الجيش وعارف كويس قوي ان فريق الجيش كان عنده مشاكل دفاعيه في الماتش اللي فات بتاع البنك الاهلي، وخاصه في الاثنين المساكين طارق يعني، وانت طبعا عارف الزناري مع سطوحي كانوا الاثنين ان بالانس خالص، كانوا بره الجيم، وكان السبب الرئيسي في خساره فريق الجيش بهذه النتيجه من البنك الاهلي. وبالتالي مستر كارتيرون بنى خطته على الاثنين دول. لما اتغير الاثنين المساكين وضحت رؤيته انها صح قوي. ليه؟ لان هو دفع بيه الفيل، وده مساق قوي جدا طبعا، فده ادى الى كمان بالنسبه للجويني اللي هو اللاعب التونسي اعتقد. دول اتنين كانوا مفاجاه التشكيل بالنسبه لطلائع الجيش. وبالتالي الجويني قوي والفيل قوي، فلو كان لعب بالجزيري كان ممكن جدا الجزيري يتوه في القصه دي. طب انا هسالك بعد شويه هقول لك لو انت مكانه هتلاعب مين في ماتش الاهلي، لكن خلينا نقول انه سبحان الله الهدفين اللي جم ضرب الجزاء وضرب راس نفس الهدفين الماتش اللي فات برضو الزمالك، زيزو اللي هو ماتش امبي، زيزو ضرب الجزاء وايضا هو عمر اللي عمل اسيستين ضرب راس في الماتشين بالظبط وجاب جونين. طيب مع اختلاف ان عمر كان بديل ونزل بالظبط. بالظبط.